بيتهيالي انا سمعت صوت هنا. ده كان انت؟ ايوه انت مسجون هنا مش كده؟ ايوه وانا كمان زيك مسجون هنا. دي بتنور. طبعا يا ابني مش اي حاجه. ياي فاكره المكان ده؟ ده غير كمان الفيران اللي فيه. انا طبعا مش بخاف منهم ولا حاجه. كل الحكايه انهم بيعملوا لي ازعاج. انا الاميره ألون، وانت امير ولا محارب؟ انا مساعد مربي حيوانات. حاجه هايله. كان نفسي الاقي حد يساعدني على الهروب من هنا. عموما تقدر تيجي معايا لو عايز. بجد؟ ايوه بجد خالص. الملك الشرير الفظيع ده عارف خطفني ليه؟ فاكر ان لعبتي هتدله على مكان مرجل قديم كده. ما هو عايز هنون عشان كده. هنون؟ مين هنون؟ ده حيوان بقوة خارقة. حاجة جنان خالص. المهم خليك جنب مني احسن تتوه ولا حاجة. لعبتك؟ هي بتحب تجري ورا الفريم. اكيد دي مقبره. دي لازم مقبره الملك الشجاع اللي بنى القلعه دي قبل الملك ذو القرنين ما يجي. انت كويس؟ طب يلا قوم ساعدني نلاقي مخرج.